بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم. النهاردة بنتكلم عن برنامج تسميد الخيار الصيفي. احنا الغرض من احنا بنعمل السلسلة دي يا جماعة مش ان احنا بنعمل فيديوهات وخلاص والكلام ده كلته. احنا الغرض بس يعني ان يعني بصراحة بيكتر علي الأسئلة، يعني كل واحد عايز برنامج معين وكل واحد عايز يعني ايه عايز تتفرغ له لوحده، وهي النفس البشرية كده يعني، فما علينا. فاحنا يعني تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. احنا النهاردة نحط برنامج ونتفق عليه كلنا، البرنامج بتاع خيار، تمام؟ احنا حطينا للطماطم وخلصناه، بنتكلم النهاردة عن الخيار، والخيار برضو هنشرحه كويس جدا، وان شاء الله يكون عند حسن ظنكم. اولا ما بين برضو اسمدة مركبة واسمدة بسيطة، لان في ناس عندها اسمدة مركبة وتمتلك الاسمدة المركبة، وفي ناس ما بتمتلكش الاسمدة المركبة، عندها اسمدة بسيطة، تمام؟ وقلت 100 مرة السماد المركب في اكتر من عنصر، والسماد البسيط في عنصر واحد بس، ان حاجه زي النترات هي نترات وخلاص، ما فيش غيرها يعني النيتروجين. المهم يعني نيجي نتكلم في بيبدا تنفيذ البرنامج دهوت بعد 10 ايام زي ما احنا كاتبين كدهوت من زراعه البذر. يعني انت لو زرعت البذره في الصيف، لاحظ ان هو صيفي، تمام؟ انت لو زرع بذره في الصيف، تمام، وبعد 10 ايام بالظبط هتبدا تسمد. ليه 10 ايام؟ يعني هتاخد لك 5 ايام في الاول على او 4 ايام على الانبات ما يتم، تمام؟ بعد كده في اسبوع بعد الانبات ما بيتم، يعني على ما يكون طلع لك 3 أو 4 ورقات حقيقية بنبدأ التسميد فيهم، تمام؟ طيب لو انا زرع شتلة يبقى خروج 4 ورقات حقيقية او بعد 4 ايام من زراعة الشتلات في حالة الشتلات، تمام؟ بعد 4 ايام من لو انا زرع شتلة نبدأ نسمد على بركة الله. ليه بعد 4 ايام؟ بيكون الجذور الجديدة اللي هي بقى بتاعة الارض مش بتاعة المشتل بتبدأ تشتغل، وان كنت انا نفسي بفضل الزراعة في الارض مباشرة. المهم يعني احنا في اليوم العاشر، تمام؟ اليوم العاشر واليوم 11 وال 12 وال 13 و 14 و 15 وال 16، تمام؟ المهم 7 ايام هو اسبوع، هنقول فيهم ايه يا جماعة؟ في الاسبوع الاول ده هو انا عايز تشكل جذري، شأنه شأن زي حاجة، ويعني هي عملية تنظيم بس يعني مش فبنقول محتاجين تشكل جذري، فمحتاجين لعنصر الفوسفور شوية، تمام؟ فمحتاجين عنصر الفوسفور، فهنقول اليوم العاشر في الأسمدة المركبة أول يوم، اليوم العاشر دوت 1 كيلو جرام 20 20 20 زائد 0.5 كيلو جرام عالي فوسفور. بقول عالي فوسفور وبسيب الكلمة مطاطة ومطلقة، تمام؟ بحيث ان واحد ما يقول لي ده ما عنديش مغنم، طب انا ما عنديش العشرة 50 10، طب انا عندي ماب، انا عندي كده. فاللي عندك فوسفور ما تتعبش نفسك قوي، يعني العالي فوسفور اهم شيء تحط 0.5 كيلو مع 1 كيلو 20 20 20، تمام؟ الكالسيوم عندنا في الخيار مشكلته كبيرة جدا، تمام؟ ومشكلته انه بيظهر في الاول، فلازم في الاول خالص من الاول تكون انت حاطط نترات كالسيوم. فاول اليوم ال11 على طول احط نترات كالسيوم عشان ما يحصل ليش انتكاسة في عنصر الكالسيوم، تمام؟ اليوم ال12 ان انا بحط برضو 1 كيلو جرام 20 20 20، وما بنساش نفسي في سلفات المغنيسيوم، تمام؟ في سلفات المغنيسيوم احط سلفات مغنيسيوم عشان اللون بتاع يبقى حاضر مع الحديد، يعملوا دويتو الاتنين كويس مع بعض، فاللون بتاع النبات بيبقى حاضر مع مع ان انا امسك شوية في الري. بعد اليوم ال13 بعمل 0.5 كيلو على البيت هيومك اسيد، تمام؟ 0.5 كيلو، لو عندكش الا ربع كيلو مفيش اي مشكلة خالص، ربنا مديك يحط 0.5 كيلو مفيش اي مشكلة، ولو حطيت 5 كيلو والله الهيومك ما هيعمل حاجة. فما تمشفش دماغك بالله عليك وتقول اصل هو قلب الجرام، انا بقولش بالجرام، انا بقولك حط 0.5 كيلو، عندك يا سيدي زيادة ربنا يزيدك مفيش اي مشكلة خالص، عندك اقل يمشي 100 جرام يمشي 150 جرام يمشي كل ده، تمام؟ اليوم ال14 بس 0.5 كيلو برضو معلش اسف، لو انت ما حطيتش اسماد عدوي حاول تكتر هيومك شوية حط 0.5 كيلو، لو انت حطت يبقى ممكن 100 جرام او 150 جرام يكفوك، او لو انت حطت اسماد عدوي في الاول خالص. اليوم ال14 1 كيلو جرام 20 20 20 زائد 0.5 كيلو جرام عالي فوسفور.
انا بكرر الفوسفور تاني في نفس الاسبوع لتاني مره اهو بيتحط تمام، ما بين احنا ما بنجيبش حاجه ولا بنقلل، بس واجب على حضرتك انك تبقى عارف هو البرنامج جاي ازاي واللي حطه كده حطه ليه. ما هو مش كل ما انا ممكن كل واحد يكتب اللي على مزاجه تمام، وكل واحد هيحط برنامج زي ما هو عايز تمام، ولكن يا جماعه في اسس البرامج دهيت عشان تتحط. طيب انا بقول لك 1 كيلو جرام 20 زائد نص كيلو جرام على فوسفور، طب دول على 1000 نبات دول قد ايه؟ دول كيلو ونص. على 1000 نبات يبقى كل نبات كام؟ جرام ونص تمام. طيب في حاجه، الميه اللي حضرتك بتحطها قد ايه؟ الميه في الوقت دوت لا تزيد عن 2 او 1.5 كيلو جرام، 1.5 لتر للنبات. الميه ماشي، هتقسمها لو هتروي مرتين ممكن لتر الصبح ولتر اخرنا ب 2 لتر. طيب بالله عليك انا لو كيلو ونص، اللي هو كيلو 20 وزائد نص كيلو جرام عالي فوسفور، لو كيلو ونص انا دوبته في لتر ونص ميه او 2 لتر ونص ميه، هل ده يضر النبات؟ بالطبع طبعا لا يضرش النبات اطلاقا تمام، حتى لو النبات صغير. اهم شيء يعني انا بقول لك الحته دي ليه؟ عشان تراعي ان انت كميه الري اللي نازله عندك لازم تكون متوائمه مع كميه السماد اللي انت بتحطها. ما احطش انا 5 جرام لللتر ميه ماشي، او ازود التركيز يا جماعه كميه السماد تكون مضاهيه لكميه الميه اللي انت بتضيف، ما تحطش كميه ميه قليله وتحط سماد عالي، بيحصل لي هنا بلزمه وتحصل لي مشاكل خالص، ان السموزك الضغط السموز او السموزك بريجر هيعلى وبالتالي هتبقى في مشكله جامده للنبات تمام. بعد كده برضو ما انساش نفسي من العناصر الصغرى، التريد كورب لو عند حضرتك بقى ما انت بتحطه متعاد يبقى تروح على شركه تريد كورب هات منهم، او هات اي مركب عناصر صغرى مع بعض، بس تكون شركه كويس، تكون شركه كويس والله الغالي رخيص بس انتوا مش عارف. اليوم الستاشر انا بكرر برضو نفس قصة عالي الفوسفور مع الـ20-20-20 تمام يا جماعة. يبقى ده اللي هو الاسمدة المركبة. طب نيجي على الاسمدة البسيطة، الناس الغلابة اللي زي حالاتي كده، هنحط 1 كيلو جرام سلفات نشادة ونحط معاه حمض فوسفوريك تمام، ده اليوم الاول تمام، بحيث ان انا حطيت نيتروجين وحطيت فوسفور اهو تمام. اليوم الثاني مش هو نفسه نفس في الاسمدة المركبة احط نترات كالسيوم تمام. اليوم الثالث هحط 1 كيلو جرام نترات نشادر وبحط نص كيلو جرام سلفات مغنيسيوم تمام، ما احطش بقى حمض فوسفوريك مع سلفات مغنيسيوم، ما انا ممكن احط، لا هو نترات نشادر مع كيلو نص كيلو جرام سلفات مغنيسيوم تمام. بعد كده بنحط نص كيلو جرام هيوميك اسيد، ولو عندك شله 100 جرام حط 100 جرام، لو انت عندك 300 حط 300، نص كيلو لو انت ما حطيتش حط، لو انت برضه ما حطيتش ماده عضويه وما عندكش مش متاح غير ال 100 جرام دول مفيش مشكله برضه، بس اهم شيء يكون المنشا بتاعه محترم، لان الحاجات دي مضروبه كلها تحت السلم، ثلاث ارباع الهيومك الموجود في السوق مضروب تحت السلم، امال هم بياكلوا عيش منين؟ طيب اليوم ال 14 بنقول 1 كيلو جرام نترات نشادر زائد نص كيلو جرام حمض فوسفوريك زائد نص كيلو جرام سلفات بوتاسيوم. ليه حطيت بوتاسيوم هنا؟ ان انا عندي اسمده ما بحطش الا النيتروجين من الاول وفوسفور، انا مش محتاج بوتاسيوم اي نعم في الوقت دي، ولكن لابد ليه النبات يا جماعه، البوتاسيوم مش النبات بس، ان هو النبات يعني ساقط الجمع زي الناس الخايبه دي ما بتقول، او الناس السطحيه ما بتقول وقت الجمع، لا البوتاسيوم اساسا عامل اساسي وعنصر من العناصر اللي هي بيقوم عليها النبات تمام، لان هو تقريبا يعني هم بيسموه اسيد زيتنا في الكليات بيسموه اساسا يعني وزير النقل والمواصلات، هو اللي شغال في كل العمليات الحيويه شغال معاها، بيفتح ويغلق صغور وبرتب عمليه الميه وبرتب انتقال العناصر. البوتاسيوم يعني قريت في بحث كان استعنت بيه بعد استعانتنا بالله يعني في البحث بتاع الدكتوراه بتاعي، فبيتكلم الاستاذ فرنساوي الرساله معموله في اثيوبيا بيتكلم عن البوتاسيوم بيدخل في 50 انزيم داخل النبات
ده المرجع ده موجود عندي يعني، تمام. فمش قصه ان هو هيكبر لي الثمره وما نحطوش الا ساعه الجمع، الكلام ده طبعا كلام فاضي، لازم يكون اوريدي موجود تحت النبات، تمام. بعد كده بنحط 250 جرام حديد، 100 جرام منجنيز، 100 جرام زنك. لو عندك اقل من الكميه دي مفيش اي مشكل خالص، يعني يكفي 100 جرام حديد، يكفي 50 منجنيز، يكفي 50 زنك، مفيش اي مشكل خالص. مش عايزك يعني تتوتر في القصه دي، تمام. وانا اعتقد ان هي عاليه مني برضو شويه، يعني المفروض تكون يعني 100، عشان بس ما يعني هي ممكن 100 حديد و50 منجنيز و50 زنك. معلش انا افتكرت ان انا بحطها الفدان، معلش يعني يا ريت نظبطها مع بعض عشان بس ما حدش يقول هي كافيه خالص 100 حديد و50 منجنيز و50 زنك، لان دي 1000 نبات، تمام. بعد كده يا جماعة بنقول 1 كيلو جرام، برضو بنكرر القصة بتاعت البوتاسيوم مع الفوسفور تاني. يبقى انا حطيت هنا 3 مرات فوسفور مقابلهم مرتين بوتاسيوم مقابلهم 4 مرات نترات نشادر، عايز النبات يكبر معايا. ده المفروض اولا مفيش عنصر احنا سايبينه. هتقول لي في عناصر تانية زي الكبريت، الكبريت اساسا احنا عندنا تلوث وفي ثاني اكسيد كبريت في الجو، في النبات بيستخلص منه كمية عالية. على فكرة اساس زيت الخصوبة بقوله كده، ده رقم واحد. رقم اتنين يا معالي الباشا، ان انت عندك اساسا صورة الصلفة كتيرة هي انت بتحطها. عنصر النحاس حضرتك عقود كلنا بنحطه، اكروبات نحاس وكسكلور نحاس، فعنصر النحاس عندنا بيحصلش منه اي نقص خالص. الكالسيوم عندك وكل حاجة احنا حطينا، مفيش اي حاجة احنا مش حطينا. البورون يا جماعة، البورون ما تجيبش حاجة وتحطه في التربة بورون طالما انت مش متخصص. امال تعمل ايه؟ هات مركب كالسيوم وبورون مع بعض ورشهم، ما تحطش البورون، لان الفرق ما بين السمية والريكومند الدوز او اللي بيسموها الجرعة بالعربي بيسموها الجرعة المثلى او حد الكفاية، يعني الريكومند الدوز دي بتبقى ما بينها وبين التوكسيتي او السمية حاجة بسيطة، ففي الارض بيعمل لنا مشاكل. فالرجاء الرجاء الرجاء يا ريت ما حدش يحطه في الارض، يا ريت نرشه على النبات. ليه بنرشه على النبات؟ لان والمركب يكون جاي من شركة محترمة، عشان ده لعب بالنار، عنصر البورون بالذات ممكن يعمل لك سمية ويعمل لك مشاكل، والنقص برضه بتاعه بيعمل لنا مشاكل، وخصوصا في الخيار. واكيد هقول لك هو بيعمل ايه في الخيار في فيديو تاني ان شاء الله. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.